نرجع بقى، كنا بنشوف جزء من المسلسل. هو من انجح الاعمال على فكره اللي عملتها كانت مع الاستاذ احمد صقر. اعمال كتيره قوي عملتها معاه وادوار مختلفه خالص. ايوه يعني فعلا زي ما بيقول يعني حديث صباح والمساء. هي دي الفترة أحزية. حضرتك اللي كنت بتتكلم عنها اللي فيها كان فيها انتعاشة فنية. صح؟ أعمالكم مع بعض كانت في الفترة دي. وهوانم جاردن سيتي، وأعمال كانت ناجحة قوي في الحقيقة قوي. مين ما يحبش فاطمة. وكلها كانت أدوار مختلفة في الحقيقة. يعني مين ما يحب هوانم جاردن سيتي، عامل باشا، باشا كبير في السن. أيوه. وبمناسبة الفالنتين يعني حبيت شابة أصغر مني، كانت صابرين، نجمة صابرين، وعملنا قصة حب جميلة جدا في المسلسل ده. وطبعا مع الأستاذة ليلى علوي جميلة ليلى علوي. كان في بينا مشاهد حب ما أعتقدش إنها ممكن تتكرر تاني فنيا يعني. لا والله، ولا في الواقع تتكرر. كانت مشاهد من اجمل الاعمال اللي انا عملتها، كان مع الاستاذه العظيمه ليلى علوي.